يونس عليه السلام. كان أهل نينوى في أرض الموصل من العراق قد عبدوا الأصنام، وقعوا في الشرك. ابينا من القوة والعظمة، أيتها الآلهة اجعلينا أقوى الرجال. أرسل الله نبيه يونس عليه السلام إليهم يحذرهم من الإشراك بالله، ويدعوهم إلى سلوك طريق الحق والهداية. فقال للقوم أن يتفكروا بما هم عليه من الخلق، وبأن ينظروا بما حولهم وبكل ما يحيط بهم، فيدركوا بأن وراء هذا الكون خالقا ومدبرا، وأن يؤمنوا بأن هذا الخالق واحد لا شريك له. هل سمعت إن يونس يرفض عبادة آلهتنا ويدعي أنه رسول من الله؟ إنه يخرج عن طوع آلهة أجدادنا. استمع القوم إلى يونس وهو يقول كلاما لم يألفوه من قبل، ولكنهم دهشوا وهو يدعوهم لعبادة إله لا يرونه، وذهلوا وهو يسفه الآلهة التي يعبدونها بعد آبائهم، فلم يتقبلوا منه ذلك، وكبر عليهم أن يكون هذا الداعية منهم، ولا سيما أن يونس كان من العامة فيهم لا من ذوي الشأن والنفوذ. استغرب أهل نينوى لهذا الرجل كيف ينصب نفسه رسولا عليهم، فأظهروا له العداوة ووصفوه بالسفاهة. لقد أراد يونس أن يجادلهم بالحق وأن يبين لهم طريق الصواب، لكنهم أنكروا دعوته وراحوا يحرضون عليه القريب والبعيد حتى يذموه ويحقروه. كيف نسمح ليونس هذا بأن يتكلم على آلهتنا وهو كما تعلمون من العامة وليس من الأغنياء؟ بئس ذلك، إنما تقوله صحيح، فهو ليس من ذوي الشأن والنفوذ. رأى يونس القوم وهم يعمدون إلى النيل منه بالتهكم والسخرية، ويقومون على أذيته وتمادوا في إذائه وهو يتحمل أذاهم، وظل على دعوته. وعندما رآهم مصرون على الضلالة والكفر راح يحذرهم من سوء العاقبة، فقال لهم: يا قوم، إني دعوتكم ونصحت لكم وقد جادلتكم بالتي هي أحسن، فآمنوا بما جئتكم به، وإلا فإني أنذركم بالهلاك القريب. فقالوا له: يا يونس، ما نحن بمستجيبين لك ولا خائفين من وعيدك، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. لم يطق يونس صبرا، بل ضاق بهم ذرعا وقطع الرجاء من إيمانهم، فدعا الله تعالى أن ينزل بهم العذاب، وخرج من بينهم ليبتعد عن المكان الذي سيحل فيه غضب الله. عندما رحل يونس عن نينوى أصبح أهل نينوى يرون بوادر العذاب محيطة بهم، فأصابهم الخوف وأيقنوا أن يونس كان صادقا في دعوته، فآمنوا بالله واستغفروه وتابوا إليه، وخرجوا إلى الجبال والصحارى
يبكون ويتوسلون أن يقبل الله توبتهم وأن يرفع عنهم العذاب. اللهم اقبل توبتنا يا رب العالمين، لقد آمنا برب يونس الواحد الأحد مالك الملك. اللهم اغفر لنا خطايانا، اللهم فرج كربنا وضيقنا، اللهم اهدنا إلى الصواب. بسط الله جناح رحمته عليهم ورفع عنهم سحاب نقمته وحبس عنهم العذاب بعد أن تابوا إلى الله توبة صادقة وتمنوا أن يعود يونس ليعيش بينهم رسولا نبيا ومعلما وإماما. لكن يونس كان قد ذهب مغاضبا ورحل عنهم يائسا وأخذ في السير حتى وصل إلى البحر، وهناك وجد جماعة يركبون إحدى السفن وطلب منهم أن يحملوه معهم. عندما سارت السفينة في البحر هاج البحر وخاف ركاب السفينة الغرق، فأرادوا أن يخففوا من وزنها بأن يرموا نفرا منهم حتى ينجو الباقون. أيها الرجال يجب أن نخفف من وزن السفينة وإلا أغرقتنا. ووقعت القرعة على يونس عليه السلام فرمى بنفسه في البحر، فابتلعه حوت ضخم بأمر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن يونس لمن المرسلين، إذ أبق إلى الفلك المشحون، فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمن فمتعناهم إلى حين. أمر الله الحوت ألا يأكل لحمة ولا يهشم عظمه، لأنه نبي كريم تعجل في مفارقة قومه قبل أن يأذن الله له، وليقضي الله أمرا كان مفعولا. ابتلع الحوت يونس وراح يشق الأمواج ويأوي إلى الأعماق، فضاق صدر يونس ولجأ إلى الله، فنادى في جوف الحوت أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استجاب الله لدعاء يونس وأوصى إلى الحوت أن يصعد به إلى سطح الماء، واقترب من الشاطئ والقه في العرض. ألقى الحوت يونس على الشاطئ سقيما هزيلا مريضا، فتلقته رحمة الله الواسعة وأنبتت فوق رأسه شجرة من يقطين، أكل من ثمرها واستظل بورقها، فبدأت تعود إليه العافية والحياة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم،
وكذلك ننجي المؤمنين. ولما استوى سليما أوحى له الله أن يعود إلى بلده، فقد آمن قومه ونبذوا عبادة الأصنام. لقد عاد يونس إلينا سالما، الحمد لله الحمد لله، هل هي من رحمة الله؟ عاد يونس إلى قومه وحمد الله وشكره، لأنه فارقهم على الكفر وعاد إليهم وهم مؤمنون.